السلام عليكم. أنا دكتور حسن يوسف حسن عبد الرحمن، استشاري الباطنية والروماتيزم وأمراض الروماتيزم. أعمل هنا بمستشفى الشرق الأوسط فرع السجية. نتمنى أن نساهم في علاج ومعرفة أمراض الروماتيزم، شاملة الروماتويد والذئبة الحمراء والجاوت وأمراض الخشونة وألام الظهر وكمية من الأمراض الأخرى. نستخدم فيها عدة علاجات بما فيها الحقن الموضعي للمفاصل، وكذلك الأدوية الجديدة، الأدوية البيولوجية. نتمنى أن نساهم في أن نخفف على المواطن البحريني ويتم الشفاء والعلاج. فهناك بعض الأمراض يمكن الشفاء منها، بعض الأمراض ممكن أن تتحسن الحالة بصورة كبيرة، أملا في استخدام كل ما يمكن للتخفيف.